ما كان مقنع يعني، ونخلي الجماهير على اعصابها لحد الان. مباراه مهمه خصوصا اذا ما تكلمنا ان فريق احد شفناه ظهر بمستواه الحقيقي في المباراه الثانيه ويمكن المباراه الثالثه التي تفوق فيها على العربيه. فريق المنامة طبعا المباراة الأخيرة خسر 95-73 من شباب أهلي دبي. الريباوند الدفاعي كان 19 وقليل، ويجب أن يكون أعلى. التصويب الداخلي للنقطتين كان 20 نقطة أيضا وهو مستوى نازل. نسبة الفاول شوت عددها 5 من 7 أيضا نازلة قليلة كسكور أيضا وكعدد. نقاط الفاست بريك 4 نقاط وأيضا قليلة جدا الفريق. عندما يكون ميس ماتش مع تريكو وايت، بالمباراة السابقة كان يدافع على جاسم بلوشي، متى ما صار على تريكو وايت مس ماتش مع لاعب أكثر منه يجب أن يكون داخل على أساس أنه يستفيد من طوله ومن قوته انسايد، وحتى لو يصير عليه لما يفوت من اللاعب لو يصير عليه انسايد اللاعب الثاني المهاجم اللي معاه راح يفضل. لامبي ما لعب وأثر كثيرا المباراة اللي طافت، اليوم أتوقع راح يلعب. لو لعب اليوم المنامة لو لعب لامبي لازم يلعب لامبي انسايد، لامبي في المباراة السابقة في المبارتين للأسف لعب بالخارج وهذه مشكلة. احنا مو جايبينك عشان تصوب ثلاثيات، لأن المنامة في غنى عن الثلاثيات، عنده لاعبين مميزين محليين ممكن يصوبون ثري. لكن أنا أتصور اليوم المنامة المباراة السابقة المحليين حسين شاكر، احمد عزيز، عندك ميثم زيني، محمد امير، كمبس، مصطفى، نوروز، صادق، قربان، لازم يتم التناوب بينهم، هذا كلهم جاهزين، لا ان يتم الاستعانه فقط باربعه او خمسه منهم، الجميع يلعب. على اساس يرهق فريق احد ما عنده بنش، ولازم تلعب تحاول تلعب برسات شويه، ليش؟ على اساس ان انت عندك بنش قوي ممكن تبدل، احد راح يتعب مع البرسات، بالضغط على بالذات على موسى عبد العليم وعلى شين. طبعا في عده دفاعات ممكن تلعبها مع احد، احد عندهم مثلث خطير في موسى وفي فهد السالك وفي شين، لازم توقف ضلعين من المثلث هذين توخرهم على اساس تقدر تسيطر على الفريق. هاي تقريبا بشكل موجز او بشكل مفصل. كابتن طلال، فريق المنامه ايضا امام مهمه صعبه، كون احد يعني فريق مو سهل شفناه خلال مجريات البطوله، يمكن اول مباراه بعمل الارهاق ما ظهر بالشكل المطلوب، ولكن بعد شفناه ينافس بقوه. المنامه لحد الان مو مقنع، ولكن مثل ما نقول اليوم صفحه جديده في ادوار اقصائيه، لو يفوز يوصل نصف النهائي ويرجع الثقه لنفسه قبل الجماهير، لان الجماهير تشوفه حاضره ومو مقاصره، يبقى المهمه على الفريق. فريق المنامة اليوم يعني لازم يفكر في 4 نقاط تقريبا مهمة. أول شيء لازم يفكر أن فريق أحد قاعد يلعب بستة لاعبين فقط، 5 لاعبين وواحد من الاحتياط، اللي يدش من البنش مو قاعد يساعد الفريق لا هجوميا ولا دفاعيا، مجرد لاعب مكمل. لازم فريق المنامة يلعب على الانسايد جيم 40 دقيقة على اساس ان فريق احد يرتكب الاخطاء ويتم استبدالهم اللاعبين بالاخطاء الشخصية. لازم يلعب رننج جيم طول المباراة على اساس ان الفريق احد يتعب وتقل لياقته ويجي الشوط الثالث ويسلم المباراة. المنامة اذا بيعتمد على التصويب الخارجي اليوم ما بينجح، لان احنا شفنا على مدى المباريات التصويبات ما خدمت لا فريق الاهلي ولا فريق المنامه. اليوم فريق احد ما يمتلك طول قامه، المنامه قاعد يمتلك هذه، لازم المنامه يستعمل الانسايد ومن الانسايد يروح حق الاوتسايد على اساس ان التصويبات يفكر في التصويبات بعد الانسايد. الضغط على الكره، لازم يضغط على الكره، انت عندك واحد طوله مترين و10 مترين و11 تحت الحلب، لازم تضغط على الكره فوق. احد عندهم شوترز، لازم توقف الشوترز عشان تخليهم يسوون البنتريشن عشان البيج ماين مالك هو يسوي الهيلب، لكن انت اذا بتخليهم فوق يلعبون بحريتهم ويشوتون خاصه بالاخص موسى، فهذه يعني بياثر على مستوى الفريق وايد.
كابتن فيصل، يمكن القوة الضاربة في فريق أحد موسى عبد العليم معدل 28 نقطة، وشين ريكتر معدل 31 نقطة. اللاعبين المحليين يمكن دورهم جدا قليل في فريق أحد. صح، موسى عبد العليم في أول مباراة لعبها بالبطولة ما كان مستوى الأصلي، مسجل 7 نقاط كان. نعم، بس بعدين كشر عن يابا وشفنا مستوى موسى صحيح. شين كوت أمس الشيء شين مسجل ممتاز، يعني أنا أشوف أحد أفضل لاعبين كقارب، وأيضا موسى عبد العليم يلعب قارب. الغريب أنه فريق أحد ما عنده لاعب سنتر، والمحترف ما بي سنتر، ومحلي ما بي سنتر. اليوم في كل الأحوال راح يكون عند اللاعب محمد أمير أو نجم، راح يكون في مسماتش في كل الأحوال، لأن ما في أحد ظلم. ولامبي لو لعب راح يكون في مسماتش، في حال لو لعب أحب دفاع المان تو مان. أوكي، بس إذا لعب زون عندك مصوبين ممتازين برا. أحد أنا أتصور من السهل أنك تدافع عليه، بس على شرط ما تعطي ترانزيشن أوفنس للفاست بريك، لأن عنده فاست بريك رهيب. لذلك أنت أما تلعب مان تو مان وثلاثة زون، أو تلعب مان تو مان قوي مع الاثنين هذين وتخلي المحليين يسجلون، ما عندك مشكلة. بس هذين لا يطلعون الاثنين المحترفين بين موسى وبين شين، إلى هذا واحد يحط 35 والثاني يحط 30 ما في فايدة، فلازم تحاول نفس السكور. بس ما يصير مثل مباراة اليوم الأهلي ويا الشمال يتوقفون مثلا حراج وتوقف بيوبري والباقي المحليين يحطون 18 15 15، ما يصير. لذلك ما سويت شيء يعني. لازم تركز اليوم على انك المنامة يحدون من خطورة الاثنين، لان المحليين في كل مباراة يسجلون 12 14. كابتن موسى، محترفين المنامة الأمبي يمكن اليوم عودته بعد غيابه عن المباراة الماضية، المباراة الثانية ما كان مقنع أمام الشمال، أيضا تريكو وايت 3 مباريات لحد الآن مع الفريق ما شفنا أبدا مقنع، يعني معدل نقاطه 18 نقطة وهو الأقل بين المحترفين في البطولة. احنا عندنا مشكلة في هاي البطولة، احنا الأقل نسبة تسجيلا من المحترفين في هذه البطولة، حتى فريق السيب نسبتهم أفضل منا، والبطولة عندنا واحنا عندنا أكثر جمهور. يعني احنا شنو كان دور إدارات الأندية زين اللي على أساس أن توفر اللاعبين الجيدين المحترفين؟ محترف وايت مباراة، يعني المباراة اللي فاتت سجل 18 نقطة على ما أعتقد. أنت كمحترف تدري أن أنت بروحك معترف بروحك مفروض تشيل زمام المباراة على كتافك، خصوصا هو كابتن، يعني خصوص سي في ماله قوي، MVP دوري الأسترالي، MVP دوري الكوري، لكن نسبة التسجيل عنده ضعيفة. يعني هل يعني إذا أنت لعبت محترف واحد، وإحنا شفنا في المباراة كانت عنده تقريبا حوالي 65% من الكور عنده هو في يده، بس انه ما يقدر يخلصها، واذا يخلصها بكرات ضايعه. اليوم المحترف الثاني مرتاح يومين، ومفروض ان اليوم يطلع مستوى باهر، على اساس ان اليوم ما احد ما عندهم بوست بلاير وبيج جاي، فاليوم من السهل انه هو يلعب داخل المنطقه. شاكر لكم كباتن، لنا عودة بإذن الله بين الشوطين. أما الآن أعزائي المشاهدين راح ننتقل معكم إلى أرضية الملعب لمتابعة مجريات هذه المباراة مع المعلق حسين الأحمد.
أسمعك أسمعك. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم بكل خير، وننقل لكم على الهواء مباشرة عبر قناة البحرين الرياضية الفضائية من صالة خليفة بن سلمان اللقاء الرابع الذي يجمع فريق نادي المنامة وفريق الاتحاد السعودي. كرة لفريق الاتحاد واستعجال في أول هجمة لفريق نادي المنامة، كرة لصالح فريق أحد السعودي وتصويبة من اللاعب شاين ريكتور لاعب فريق حسن نيروز لأحمد عزيز. محاولة فريق نادي المنامة طبعاً إضافة أول نقاط هذا اللقاء. طبعاً اليوم اللقاء مهم لفريق نادي المنامة ليصل إلى المربع اللي رايح يكون أمام أهلي شباب أهلي دبي. كرة لصالح فريق الاتحاد السعودي، الاتحاد لا فريق أحد، ستة الأمريكي المحترف، ستة المحترف الأمريكي شاين ريكتور. أول نقطتين لفريق أحد السعودي. أحمد عزيز ومحاولة أحمد عزيز طبعا تسجيل أول نقطتين لصالح فريق نادي المنامة. وشوف المنامة يلعب على المحترف الأمريكي مسج ويحط له نقطتين حلوة يا مسج. مسج لعب شوف 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 نقطتين حلوة حلوة من مسج لعب. الثلاثية من لاعب فريق أحد السعودي حسين شاكر، محاولة إلى مسج. مسج شوف لعب الهندي إلى حسين شاكر، هذه اللقطات اللي يبغيها اللاعب. السلام عليك حلوة مسج لامب. أول أربع نقاط لهذا اللاعب في اللقاء. شوف 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 المحترف الأمريكي موسى عبد الحليم، وكرة إلى فهد السالك من فريق، وتصويبة غير ناجحة لفريق أحد السعودية. ومحاولات فريق المنامة أحمد عزيز، ومحاولة أحمد عزيز ثلاثية ولا أروع من هذا اللاعب أحمد عزيز، والجماهير تساند فريق نادي المنامة. حلوة حلوة المنامة، حلوة فريق نادي المنامة بسبع نقاط مقابل خمس نقاط. محاولة من المحترف رقم 12 الأمريكي موسى عبد الحليم إلى السالك، السالك هل يسلكها؟ يا سالك، يعني نقطتين للاعب فهد السالك رقم 7 وحسين شاكر إلى أحمد عزيز. محاولة أحمد عزيز إلى المسج لام، محاولة مسج 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 ودوران وتصويب وما ينجح فيها. كرة إلى السالك فريق أحد السعودي اللي طبعا يمتلك في خزانة النادي 5 ألقاب ودخول، وكرة خارج أرضية الملعب، كرة خارج أرضية الملعب لصالح فريق نادي المنامة. سلامات للاعب رقم 15 ناصر أبو جلاس لاعب فريق أحد السعودي. فريق نادي المنامة لا من الألقاب لقبين، وشوف يعني سقوط عادي لهذا اللاعب. يحكم هذا اللقاء أحمد الشوالي على عراق الجنسية. وشوف مدرب فريق أحد السعودي عبد الرحيم لال صاحب الخبرة الكبيرة، له 12 لقب هذا المدرب، له 12 لقب. أحمد عزيز لاعب فريق نادي المنامة وصانع صانع ألعاب. شوف حسين شاكر، محاولة من حسين شاكر، يا سلام حلوة 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 حلوة، يا سلام عليك مسج لام، مسج لام بنقطتين ولا أروع من هذا اللاعب. نقطتين لفريق نادي المنامة، 9 نقاط مقابل 7 نقاط،
ومحاولة شوف 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 وبلوك شوت لكن لا سجلها ناصر أبو جلاس. ناصر أبو جلاس لاعب فريق نادي الاتحاد السعودي. أوه شريع على الاتحاد أحد السعودي أحد السعودي ومحاولة بثلاثية غير ناجحة من الأمريكي تيريكو وايت ونقطتين غير ناجحتين وكرة ترجع إلى اللاعب رقم ستة شانيل الأمريكي شاني ريكر شاني خارج أرضية الملعب لصالح فريق أحد السعودي الأحد السعودي والاتحاد السعودي والهلال السعودي طبعا شاركوا في هذه البطولة بطولة الخليجية للأندية وحققوا ألقاب كثيرة وثلاثية غير ناجحة إلى حسن نيروز تيريكو وايت تيريكو محاولة من تيريكو دخول وكرة مقطوعة إلى لاعب فهد السالك ودخول بنقطتين لهذا اللاعب اللاعب رقم 15 لاعب فريق أحد السعودي ناصر أبو جلاس يعني لما تشوف مستوى هذا اللاعب لا بديل من قوة القوة الجسمانية لهذا اللاعب محاولة لرمية إضافية شوف 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 سجلها سجلها 12 نقطة 12 نقطة لفريق أحد السعودي حسين شاكر محاولة إلى حسن نيروز وشوف ضغط دفاعي وكرة للاعب البولندي وحسن نيروز ثلاثية حسن نيروز حط له ثلاثية تسلم يدك يا حسن ثلاثية ولا أروع يعادل النتيجة 12 نقطة مقابل 12 نقطة دخول ومحاولة بنقطتين لا مقطوعة إلى تيريكو المنامة تيريكو المحترف الأمريكي أوه أحمد عزيز دخول ونقطتين ضيعها أحمد عزيز كرة سهلة يا أحمد هدية من ميسي جلامبو يا ناصر أبو جلاس حط له نقطتين حط له نقطتين 14 نقطة مقابل 12 نقطة محاولة فريق نادي المنامة مسج لا مسج إلى تيريكو تيريكو إلى مسج لامب نقطتين حلوة مسج يعادل النتيجة 14-14 ولا أروع هذه التمريرة يلا المنامة يلا المنامة نعوض هزيمة الأهلي أمام الشمال محاولة من اللاعب شاندر الكور محاولة فريق نادي الاتحاد السعودي وتصويبه من ناصر أبو جلاس ما ينجح فيها حسين شاكر المنامة يا سلام على العمق ولكن كرة ضاعت ضاعت إلى موسى عبد الحليم موسى عبد الحليم الأمريكي المحترف في فريق أحد السعودي يكسب خطأ على اللاعب حسين شاكر وجزاء هذا الخطأ رميتين حرتين شوف 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 حاول يدش لكن حسين شاكر عمل خطأ عمل خطأ حلوة يا حسين شاكر رميتين حرتين لهذا اللاعب موسى عبد الحليم الأولى ناجحة محترف طبعا المحترف ما يضيع المحترف يسجل أربع لقاءات اليوم الشارقة يفوز شباب أهلي دبي يفوز الشمال يفوز واللقاء الأخير مع انطلاقة المباراة أعزائي المشاهدين فريق نادي المنامة وفريق أحد من يصل إلى النصف نهائي كرة إلى تيريكو وايت حسن نيروز محاولة من حسن إلى حسين شاكر ثلاثية حسين شاكر محاولة غير ناجحة وتتحول الكرة إلى شاني ريكتور شاني ريكتور لاعب رقم ستة في صفوف أحد السعودي وتصويبه ما ينجح فيها إلى تيريكو المنامة محاولة الأمريكي المحترف يلا حرك حرك روحك إلى حسين شاكر دخول من حسين شاكر إلى حسن نيروز دخول حسن نيروز محاولة ويا حسن الله 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 حسن نيروز يحط له نقطتين يا سلام يا حسن نيروز ويتفوق يتعادل المنامة 16 نقطة للفريقين كرة إلى اللاعب 13 أحمد شلبي إلى المحترف أوه أوه يا سلام عليك حلوة من
اللاعب رقم 6 الامريكي شاني ريكتور. شاني ريكتور، ولكن هناك تيريكو وايت، محاوله ثلاثيه غير ناجحه الى احمد عزيز. كره ناصر ابو جلاس يحولها الى فريق نادي احد. شوف الامريكي شاني ريكتور، محاوله من شاني، دخول والله تصويبه، دخول شاني ولكن بلوك شات. يا سلام عليك، مضايقه من البولندي مسج لام، محاوله لكن حسين شاكر دخول. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، حلوه حلوه حلوه. الامريكي تيريكو وايت لاعب فريق نادي المنامه يحط له نقطتين. الله يا تيريكو، الله يا حسين شاكر، تمريره ولا اروع. يا سلام، شوف نقطتين وخطا. احمد الشوالي الله يعطيه العافيه حكم لقائنا اليوم، اللقاء الاول وهذا اللقاء الثاني. وطبعا محمد فوزي من الاردن وسيف الدوسري ورميه اضافيه ويسجلها. حلو يا حلاوتك، فريق نادي المنامه يقدم عرض ولا اروع من خلال الكوارتر الاول. شاني ريكتور من فريق نادي الاتحاد، ناصر ابو جلاس، كره تتحول الى احمد شلبي. احمد شلبي، دخول من احمد شلبي وتصويبه من اللاعب رقم 7 فهد السالك، ولكن هناك خطا على مين؟ اللاعب رقم 8 احمد عزيز من فريق نادي المنامه، خطا شخصي اول عليك يا احمد، وحذاري من الاخطاء، حذاري من الاخطاء فريق نادي المنامه. كره لصالح فريق احد السعودي، محاوله وتصويبه من عبد الحليم. موسى عبد الحليم يحط له ثلاثيه، خلاص سكر عليه، تيت عليه، ما يسجل ولا ثلاثية. كرة إلى حسن نيروز، دخول حسن، وكرة محاولة إلى من؟ إلى أحمد نجف، إلى حسين شاكر، محاولة من حسين شاكر، سكرها، ضايقة، وأحمد عزيز، ثلاثية أحمد عزيز. الله يا أحمد، يا حلاوتك يا أحمد عزيز، ثلاثية أحمدي. حلوة 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 المنامة، بالمقاس وبالملي حط له ثلاثية. حسين شاكر، محاولة حسين شاكر، شوف إلى أحمد، إلى حسن، حسن نيروز، ضاع حسن نيروز، ومحاولة الأمريكي شاني ريكتور، كرة خارج أرضية الملعب، وتغيير من صفوف فريق نادي المنامة. ميتم جميل، ميتم جميل بدل حسن نيروز، تبديل من الكابتن سلمان رمضان مدرب فريق نادي المنامة. ومحاولة آخر ثواني، ثمانية أحمد عزيز، حذاري من الأخطاء يا أحمد، خطأين شخصيين عليك، أربع أخطاء على فريق نادي المنامة. 51 ثانية، أحد السعودي شاني ريكتور، شوف ميتم مع موسى عبد الحليم، محاولة وخطأ على مين؟ الحكم الدولي أحمد شوالي، رقم 8 أحمد عزيز. أحمد عزيز، ثلاث أخطاء شخصية يا أحمد، محاولة ولكن هناك خطأ لصالح اللاعب شاني ريكتور، رميتين حرتين، والجماهير تملأ صالة خليفة سلمان في مدينة عيسى. حضور كبار الشخصيات في المنصة الرئيسية، وعلى رأسهم سمو الشيخ عيسى بن علي رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة، وتصويبة ثانية لهذا اللاعب شاني ريكتور. وطبعا 43 ثانية وجزء من الثانية على نهاية الكوارتر الأول. تيري وايت، تيريكو وايت، محاولة إلى من؟ إلى تيريكو، محاولة تيريكو، شوف تصويبة من تيريكو، يا سلام عليك، حلوة اليوم، مشيها 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 وعديها يا تيريكو، سجل سجل، نحتاج للنقاط، فريق المنامة يحتاج للنقاط. ومحاولة من ناصر أبو جلاس وتصويبة غير ناجحة إلى صادق شكر الله، وتيريكو
تسويبة من تيريك وما ينجح فيها وكرة خارج أرضية الملعب. الاستعجال آخر 8:04 جزمة الثانية ولا وقت مستقطع للفريقين. تيريكو وايت شاني ريكتور المحترف الأمريكي في فريق نادي أحد وسكر عليه شوف وخطأ على مين؟ على ميتم جميل. جماهير فريق نادي المنامة وجماهير الأهلي متواجدين في طبعا المدرجات لي شوف الخطأ واضح عليك يا ميتم واضح ورميتين حرتين لهذا اللاعب. والحكم طبعا احمد شوالي عراقي الجنسيه ومع سلمان رمضان على اساس انه يهدي الوضع بين اللاعبين وبين الحكام وبين مدرب الفريق. اخطاء شخصيه سهله ونقطه واحده فريق نادي المنامه يتفوق على احد السعودي اللي له 5 القاب خليجيه. شاني ريكتور التصويبه الاولى وهناك تصويبة ثانية شاني ريكتور الثانية يا شاني ريكتور يسجل الثانية ويتعادل الفريقين 24 نقطة للفريقين ثانية وجزمة الثانية وميثم جميل وينتهي الكوارتر الأول أعزائي المشاهدين بنتيجة عادلة بين الفريقين فريق أحد وفريق المنامة والجماهير طبعا تملأ المدرجات خلاص الاهلي خرج من المنافسه وطبعا المنامه هو الامل الوحيد لمملكه البحرين انه هو يكون في النصف نهائي. خلينا نشوف بعض اللقطات من الكوارتر الاول مع مخرج المباراه علي الشوملي. ناصر ابو جلاس الى اللاعب رقم 7 فهد السالك يا فهد السالك اول ثلاثيه لفريق احد السعودي. حسين شاكر محاوله حسين شاكر شوف وضغط دفاعي من المحترف الامريكي ما سجلم وخطا على هذا اللاعب رقم 6 شاني ريكتور خطأ فني على مدرب فريق نادي المنامة سلمان رمضان. جزاء هذا الخطأ رمية جزائية من الحكم أحمد شوالي حكم دولي حكم عالمي حكم كأس العالم. وشوف سلمان رمضان في حيرة من هذا القرار اللي طبعا
حكم اللقاء اعطى سلمان رمضان تكنيكال فاول جزاء رميه واحده وكره لصالح فريق نادي المنامه، محاوله من تيري وثلاثيه ما ينجح فيها، وشوف كره من تريكو وايت اللي ضيعها وكره خارج ارضيه الملعب لمين؟ سيف الدوسري يحسبها على فريق نادي المنامه. ميسي جنب يقول له لا، يقول له الكره لي، ارجع ارجع لي. اي ار اس ارجع له، شوف وين الكره راحت، ولكن الحكم خلاص لفريق نادي الاتحاد. ستة فهد السالك، فهد السالك وكره فيها خطا، الاخطاء كثرت على فريق نادي المنامه، جانب من الحضور، جانب من الجماهير المتواجدين، ومحاوله وثلاثيه غير ناجحه من اللاعب موسى عبد الحليم المحترف في صفوف فريق احد السعودي. حسين شاكر، محاوله من حسين شاكر الى حسن نيروز الى مسيج لامب، حلوه مسيج، حلوه يا مسيج لامب. اللاعب البولندي هو اللاعب البولندي اللي ما لعب في اللقاء السابق مع فريق نادي المنامه، شوف حلوه حلوه، نقطتين نقطتين من مسيج لامب، ويخلص الفارق الى نقطتين. محاوله وكره، اوه كره لصالح فريق المنامه، حلوه مقطوعه الى مسيج لامب. حسين حسين شاكر، يا سلام، شوف الثلاثية، شوف الثلاثية، اوه ميتم جميل، كم انت جميل يا ميتم على هالثلاثية، حلوة المنامة يتقدم 29-28، حلوة حلوة. محاولة من شاني ريكتر، شاني ريكتر الى عبد موسى عبد الحليم، كرة مقطوعة وهناك خطأ خطأ خطأ، حلوة يا ميتم، ميتم جميل قطع لكورة، سجل الثلاثية، دافع بقوة، كم أنت جميل يا ميتم جميل، حلوة المنامة، كرة لصالح فريق نادي المنام. مدرب فريق أحد السعودي عبد الرحيم لال طبعا يحاول إيجاد حلول لفريقه من خلال طبعا الاستعجال، وكرة فيها خطأ، فيها خطأ، أحمد شلبي لصالح من؟ لصالح تيريكو وايت، تيريكو وايت. حسين شاكر فريق نادي المنامة خلاص في جو المباراة، إلى تيريكو وايت، إلى حسين شاكر، محاولة من فريق نادي المنامة، حسين شاكر خلاص، محاولة حسين شاكر، يا سلام يا سلام يا سلام يا حسين شاكر، تمريرة ولا أروع ليه، مسج لم وخطأ، رقم ثمانية خطأ، رميتين من هو ثمانية، عبد الحميد أشري، حلوة حلوة حلوة، مسج لم، جماهير المتواجدة البحرينية، جماهير كرة السلة في جميع الأندية متواجدة، المنامة، الأهلي، الحالة، المحرك، يا سلام يا سلام، حلوة حلوة، مسج لم، حطة نقطة جزائية، وهناك نقطة ثانية لهذا المدرب، شو اللاعب، شوف أضع واحدة وسجل واحدة، كرة لناصر أبو جلاس، فهد السالك صانع العاب فريق نادي الاتحاد السعودي، ومحاولة كرة إلى موسى عبد الحليم، فهد أبو جلاس إلى اللاعب رقم 15 ناصر أبو جلاس، محاولة من ناصر دخول وكرة ومحاولة ونقطتين لناصر أبو جلاس، لاعب قوي، لاعب طبعا هداف هذا اللاعب، اللاعب رقم 15 ناصر أبو جلاس، لاعب سعودي وليس لاعب أمريكي ولا غيره، شوف كرة خارج أرضية الملعب لصالح تيريكو وايت، تغيير اللاعب رشاد، لاعب فريق نادي احد السعودي متواجد في ارضيه الملعب، وكره لميتم جميل الى مسيج،
حسين شاكر، ميتم جميل، دخول ميتم وكرة إلى مسيج، محاولة من مسيج، أوه أوه يا مسيج، حطها 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 حطها، سجلها يا مسيج، ما تضيعها هذه، لاعب باسمك بكبرك لازم تسجلها، حلوة يعني لاعب له قيمة في أرضية ملعب بيضاء، يعتبر سهلة، محاولة لفريق مخالفة مشي على اللاعب رقم 10 اللاعب عبد العزيز العلاوي لاعب فريق أحد السعودي، هو هذا اللاعب لاعب رقم 10 أضعها وتتحول كرة لصالح فريق نادي المنامة، شوف 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 مخالفة مشي واضحة واضحة وتتحول كرة لصالح فريق نادي المنامة، أنا المنامة متفائل فيه، موسي مصطفى حسين علي موجود إلى موسي، موسي وشوف إلى مين؟ إلى موسي حسن نيروز، محاولة ولكن شوف كرة مقطوعة لصالح فريق أحد عشرة، عبد العزيز العلاوي تصويبه، أوه ثلاثية من موسى عبد الحليم، هذا اللاعب الأمريكي المحترف، شوف ولا أروع هذه الثلاثية، لاعب أشول لاعب أشول، حط له ثلاثية، تريكو ميتم جميل إلى مسيج لام، مسيج مسيج ومحاولة غير ناجحة، تتحول موسى عبد الحليم أحد شاني، محاولة وتصويبة محاولة ولكن مخالفة فاول فاول على هذا اللاعب المحترف شاني ريكتور، شاني ريكتور يرتكب خطأ شخصي لصالح فريق المنامة، حلوين الجماهير الجماهير البحرينية حلوين المنامية حلوين، مصطفى حسين علي مصطفى ومحاولة إلى تيريكو وايت، حسن نيروز ومحاولة مسج لام وشوف ميتم ولكن هناك خطأ واضح على تيريكو وايت لاعب فريق نادي المنامة وتتحول الكرة لصالح فريق أحد السعودي، فهد السالك يعود إلى أرضية الملعب محل اللاعب عبد العزيز العلاوي لاعب فريق أحد السعودي، كرة إلى موسى عبد الحليم، السالك إلى موسى عبد الحليم إلى السالك ومحاولة تصويبه ثلاثية من اللاعب ناصر أبو جلاس ويسجل الثلاثية، هو ناصر أبو جلاس 15 نقطة لهذا اللاعب مصطفى وخطأ واضح على شاني ريكتور، شاني ريكتور اللاعب رقم 6 كرة لصالح فريق نادي المنامة، 5 دقائق و7 ثواني على نهاية الشوط الأول وفريق نادي المنامة يتأخر ب4 نقاط، ميتم جميل محاولة إلى من؟ إلى مسيج لام، محاولة من مسيج مسيج وتصويبه من مسيج تضيع، ضاعت تتحول إلى فهد السالك وطبعا موسى عبد الحليم إلى فهد السالك، محاولة فهد دخول وتصويبه من بوجلاس، بوجلاس ناصر أبو جلاس ب 18 نقطة هذا اللاعب، شوف 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 التمريرة والتصويبة، لا يمكن لا يمكن لا يمكن يعني ترك اللاعب فاضي، وكرة مقطوعة من اللاعب المحترف الأمريكي شاني ريكتور، شاني ريكتور ووقت مستقطع للكابتن سلمان رمضان، وطبعا 32 نقطة يسجلها فريق نادي المنامة مقابل 42 نقطة لفريق أحد السعودي، وتأخر فريق نادي المنامة، يعني المدرب سلمان رمضان 59 عام والمدرب الوطني السعودي عبد الرحيم لال 61 عام، هذا المدرب
وطبعا الألقاب موجودة عند عبد الرحيم لون 12 لقب على مستوى الخليجي ولقبين للمدرب سلمان رمضان على مستوى فريق نادي المنامة. وطبعا نشوف لقطات من مخرج اللقاء، وطبعا فريق نادي المنامة يجب عليه مضاعفة الجهد للوصول لسلة فريق أحد السعودي. وطبعا هناك الكثير من اللقطات اللي يعيدها لنا مخرج اللقاء علي شومري. فريق أحد السعودي 5 ألقاب، وفريق الاتحاد السعودي 5 ألقاب، وفريق الهلال لقبين، يعني المجموع من الألقاب 12 لقب طبعا الأندية السعودية. عبد الرحيم لال مدرب فريق أحد السعودي، حكم دولي ومدرب دولي ولا 12 لقب. حسين شاكر، محاولة من حسين شاكر إلى محمد أمير إلى حسن نيروز. عطى خليه يتصرف، شوف حسن نيروز، ثلاثية حسن نيروز، إلى ميتم جميل. يا سلام عليك يا ميتم، حلوة هذه، المطلوب اللعب على مصدر القوة تحت السلة. فهد السالك إلى ناصر أبو جلاس، محاولة ثلاثية تصويبة من اللاعب رقم 6، شوف ما في متابعة، من دفاع المنامي. وهناك طبعا تصويبة من اللاعب شاني وما ينجح فيها إلى ميتم جميل، وخطأ، على لاعب فريق أحد السعودي اللاعب رقم 11 رشاد شوري. خطأ واضح عليك يا رشاد، وتغيير في صفوف فريق نادي الاتحاد السعودي أحد السعودي. شاني ريكتر، خارج أرضية الملعب، يعني فريق نادي المنامة يلعب محترفين وأحد السعودي بمحترف واحد. ميتم جميل يحط له نقطة، وهناك رمية إضافية ثانية سجلها يا ميتم، مطلوبين النقاط ويسجل له نقطتين أحد السعودي. فهد السالك، فريق نادي أحد طبعا عارف شلون يتعامل مع فريق نادي المنامة من خلال كسب ال 24 ثانية. فهد السالك محاولة، وهنا تصويبة ثلاثية، شوف لاعب فريق أحد السعودي رقم 10 عبد العزيز العلاوي سجل له ثلاثية. حسين شاكر إلى ميتم جميل، ثلاثية ميتم وإير بول يا ميتم، كرة تتحول لموسى عبد الحليم، مطلوب من فريق المنامة أن يدافع بقوة ويحافظ على الكرات في الدفاع والهجوم. السالك، محاولة السالك، شوف وثلاثية السالك وما تسلك معاه، تتحول لميتم جميل. ميتم إلى من؟ إلى ماسيج لام، وميتم جميل ثلاثية حلوة يا ميتم، جميل، خلص الفارق. شوف ميتم، شوف ثلاثيته، ولا أروع هذه الثلاثية، خلصها. العلاوي إلى السالك، ومحاولة من السالك إلى العلاوي، ثلاثية العلاوي ما تنجح، يا مين؟ إلى محمد أمير فريق نادي المنامة. الفارق 5 نقاط، حركهم يا حسين شاكر، حرك اللعب. حلوة إلى ميتم جميل صاحب آخر ثلاثية. مسيج، لم، محاولة من مسيج، دخول ونقطتين، يا سلام عليك، حلوة يا فريق نادي المنامة. هو اللاعب مسيج لم حط له نقطتين، حذاري من الثلاثيات. يا سلام عليك، قطعها، هذه الكرة. إلى من؟ إلى حسين، يا سلام، ضاعت، كرات سهلة تضيع على فريق نادي المنامة. وشوف الدخول والنقطتين ويضيعها حسن نيروز، حذاري من التضيع. محمد أمير، دخول محمد أمير،
محمد أمير، نقطتين لمحمد أمير. يا سلام، شوف 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 التمريرة من حسن ليروز، ومحمد أمير يحط له نقطتين ورمية إضافية. 43-44، لا زال هناك وقت، دقيقة و12 ثانية، ومحمد أمير على خط الرميات الحرة. شوف الجماهير المنامية، شوف الجماهير البحرينية، حلوة 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 مباراة ولا أروع. خلاص المنامة في جو اللقاء. إذا فاز فريق نادي المنامة بيكون في طبعا وجها لوجه مع شباب أهلي دبي، ووقت مستقطع يطلب المدرب الوطني السعودي عبد الرحيم لال ب 61 سنة. شوف 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 دكة احتياط فريق أحد السعودي، وهناك دكة احتياط فريق نادي المنامة. يعني هنا توضع الخطط، هنا توضع يعني اللقطات اللي يبيها المدرب، هجومية دفاعية، والتوجيهات حاضرة من هذا المدرب عبد الرحيم لال. والله جماهير المنامة تواجدت في طبعا المدرج الرئيسي. فريق الشارجة مع الشمال، وفريق شباب أهلي دبي مع مين؟ مع المنامة أو أحد، شنو تتمنى بيكون؟ وجانب من الحضور العوائل لهم مكان مخصص. أمير نجف أحد لاعبين فريق نادي المنامة السابقين متواجد في طبعا المدرجات فريق نادي المنامة. الله يا مخرج المباراة علي شوملي، لقطات جميلة. السعودية ب 12 لقب، والبحرين بأربعة ألقاب، لقبين للمنامة ولقبين للأهلي. أوه مسج لام اللاعب الهولندي، ومحمد أمير البحريني سجل له نقطتين. آخر دقيقة، شاني ريكتور إلى السالك فهد السالك، محاولة من فهد دخول. أوه نقطتين يا فهد، نقطتين فهد السالك، يعني دخول واضح بدون أي مشكلة عند هذا اللعب. وين الدفاع؟ وين المراقبة رجل لرجل؟ تيريكو وايت، تيريكو محاولة، تيريكو فيها ثلاثية، لكن حسين شاكر محاولة، ميتم جميل ثلاثية ما ينجح فيها، تتحول إلى اللاعب موسى عبد الحليم. أوه يا سلام حلوة تيريكو، أوه حسبها. خلنا نشوف. أوه الحكام مجتمعين، الحكم شي يقررون، الحكم احمد الشوالي حسبها، وفوزي وسيف اوه حسبها بنقطتين. وقت مستقطع يطلب المدرب عبد الرحيم لال، وجانب من طبعا طاولة الحكام، والنقطتين اللي احتسبهم الحكم عبد الرحيم أحمد الشوالي. شوف لامست البورد أو لا، إذا كانت في حالة نزول بتنحسب، والحكم يقول لا حسبتها خلاص. الشوالي ومحمد فوزي وسيف الدوسري، وطبعا الوقت المستقطع الثاني اللي يطلبه المدرب عبد الرحيم لال. فريق أحد حقق خمس ألقاب، وبعض اللقطات شوفها اللقطة عادها علي الشوملي، عادها
الكرة لو كانت في نزول أنا تقدير تقدير الحكم هو المحسوب. وطبعا هنا المدرب سلمان رمضان وآخر 21 ثانية وجانب من الحضور جانب من المشجعين والمشجعات. يا سلام على مخرج المباراة، يا سلام على اللقطات الحلوة. سلمان رمضان شوف 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 سلمان رمضان عنده تكنيكال فاول واحد. ميتم جميل ضغط دفاعي الى حسن نيروز في اخر 21 ثانية. حسين شاكر يلا ميتم جميل نبيها نقطتين، نبيها ثلاثية يا ميتم بدون استعجال دخول الى المحترف. يا سلام عليك تركو وايد حط له نقطتين، حط له نقطتين تركو وايد. هذا اللاعب اللاعب المحترف الامريكي في صفوف فريق نادي المنامة. وينتهي اعزائي المشاهدين مشاهدين قناة البحرين الرياضية الشوط الاول اللي جمع فريق احد السعودي بفريق نادي المنامة مستضيف هذه البطولة. وينتهي الشوط الاول بنتيجة 48 نقطة مقابل 46 نقطة لفريق احد السعودي. اعزائي المشاهدين حتى ان نلقاكم في الشوط الثاني ننتقل بكم بالصوت والصورة الى الاستوديو التحليلي مع الزميل عزيز يوسف والكابتن طلال موسى وفيصل بروسلي. ولك الكلمة عزيز يوسف. إذن مشاهدينا الكرام ينتهي الشوط الأول بتقدم فريق أحد السعودي على حساب المنامة بفارق نقطتين وبنتيجة 48 مقابل 46 نقطة. كابتن فيصل شفنا فريق أحد منافس شرس للمنامة في الربعين الأول والثاني، خرج متقدم في النصف الأول من المباراة بفارق نقطتين. فريق أحد بدأ يسيء المباراة من ناحيته وعرف شلون يتفوق بفارق نقطتين. الغريب ان فريق احد وفريق المنامه متساويين 20 نقطه من البينت رغم الافضليه بالطول الى المنامه، لكن شيء غريب ان احد ما يملك لاعب طوله مترين والمنامه عندهم لاعبين ثلاثه فوق المترين وتشوف 20 نقطه 20 نقطه متساويين. الفاست بريك احد مسجل 14 الى 12 اكثر من المنامه. المنامه المشكله الكبيره في المنامه ان لامبي قاعد يطلع برا يبي يشوت يصوب ثلاثيات او يصوب النقطتين من الخارج وليس من داخل. حتى السيستم الخطه مالت المنامه تشوف لامبي يبتدي تحت وبالتالي مع التمرير يطلع الى خارج الثلاث نقاط عشان يصوب. وهذا هاي مشكله، انت لاعب مثل هذا تحتاجه للعب انسايد ما تحتاجه للعب برا. يجب ان تخلي انسايد او على الاقل تلعب فور اوت وتخلي هو تحت يصير مس ماتش واضح كبير من راح يمسك لامبي غير بوجلاس او ربما المختار. فمفروض تلعب سيمبل تفتح الملعب. ايضا وايت ما كان في مستواه، مو مسجل سكور ايضا، سكوره ضعيف.
محترفين احد. الميزه الزينه في المنامه انه خلوا محترفين احد ما يطلعون وايد سكور، سكور معقول يعني، عدوا منهم شويه. المنامه بس يحتاج انه يلعب انسايد اكثر، وراح يتعب احد خلال الكوارتر الثالث والرابع انا متاكد، وراح يصير فاول ترابل اكثر لانه ما عنده بنش على النقيض هناك. المنامه عنده بنش ممتاز ويقدر يبدل في اي لحظه. ميثم كان مميز دفاعا وهجوما، وصراحه لعب اليوم مباراه كبيره على الرغم مباراه اللي طافت ما لعب ولا ثانيه ولا دقيقه. تقريبا هذه الاشياء اللي كابتن طلال. شفنا المنامه ارتكب 7 تيرن اوفر خلال الشوط الاول، من هذه السبعه تيرن اوفر فريق احد سجل 12 نقطه. طبعا السبعه تيرن اوفر هذولين صاروا في نص الملعب، فانت التيرن اوفر لما يصير في نص الملعب ويصير ستيل وترجع عليك نقطتين هذه تسبب احباط حق الفريق. التيرن اوفر لما يصير في المنطقه البعيده عن سلتك شوي ممكن تكون اسهل. التيرن اوفر صاروا بسبب الضغط على الكره. احنا قلنا في البدايه نبي فريق المنامه، نبي اللاعبين يضغطون على الكره اكثر على اساس ان التمرير يصير اصعب، الحركه تصير اصعب على 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 احد. بس احنا شفنا هاي الاشياء بالعكس صارت. شفنا يوم ميثم ضغط على الكره قدر ياخذ حوالي 4 كرات. احنا نبي الديفنس يصير ضاغط ملعب كامل على اساس انه ما تخلي الفريق يتسرب في الهجمه. شفنا الديفنس على رقم 12 موسى وايد زين، ديفنس ممتاز يعني لحد الان. موسى سجل حوالي 8 نقاط في المباراه وهذا شيء وايد زين. موسى قاعد يطلع معدلات مرتفعه في المباراه الاخيره. موسى سجل 8 نقاط لكن ناصر بجلال سجل 18. سجل 18 هذه اللي احنا نقوله لان من اللي مياوده المحترف الطويل. في المقابل ايضا بالاضافه ما عليه ولا خطا شخصي رغم انه هو يدافع امام لامبي. احنا المفروض نستفيد من اللاين اب، البيج لاين اب، لازم محمد امير يدش في الجيم على اساس اذا ناصر يود المحترف يكون المحترف يطلع برا، محمد امير يلعب انسايد، ما عندهم واحد قوه محمد امير داخل المنطقه، فانت هني بتحير الديفنس شوي. في نفس الوقت المحترف يقدر يشوت من برا على الثري، بيحصل اوبن شوت، لكن احنا اذا بنركز المحترف بيستلم الكره على خط الثري بوينت سواء في الوينج في ذي الوينج ولا في الوينج الثاني يبي له على الاقل 4 دربل لين يوصل للحلق، والديفنس قاعد يضغط عليه، فصعب ان المحترف يسوي الموف ماله عشان يوصل للحلق. فاحنا لازم نستعين محمد امير نفس اخر دقيقتين كذا في الجيم. كابتن فيصل مع تبقي 4 دقائق و20 ثانية على نهاية الفترة الثانية أو الكوارتر الثاني شفنا أحد أخذ التقدم بفارق 9 نقاط 41-32 وكابتن سلمان رمضان خذ تايم أوت لعودة الفريق. في هذه الفترة أيضا كابتن عبد الرحيم لال مدرب الفريق أجرى العديد من التغييرات، أخرج المحترف شين ريكتر، أخرج أحمد شلبي، أيضا أخرج فهد السالك. هل هذه التغييرات ساهمت في عودة المنامة بالنتيجة؟ شوف التغييرات صارت مو عشان يريحهم، التغييرات صارت لأنه متضايق منهم وحتى اللاعبين طلعوا منزعجين. غير شين وغير فهد السالك وكانوا زعلانين وطالعين، لأن كابتن عبد الرحيم يبيهم يطبقون السيستم بحذافيرة، هم يبون يطلعون شيء من السيستم، يبون يطلعون من النظام، وهذا ما عجب الكابتن عبد الرحيم. وكلام كابتن عبد الرحيم صحيح، لازم يلتزم بالسيستم بالشغل ماله. الملاحظ والغريب صراحه ان فريق المنامه في مبارياته عدد الثلاثيات السكور من الثلاثيات اكثر من سكور النقطتين، وهذه مشكله يعني على الطول الاطوال اللي عندك ومتوسط الاطوال العالي مو معقوله تكون الثلاثيات نسبتها مثلا الحين حاطين 21 نقطه ثلاثي من ثلاثيات و20 نقطه من تو بوينت، هذه غريبه يعني. عاده انت ما تفوز بالطريقه هذه، يمكن تفوز مباراه مبارتين ما تفوز، قصدي في بطولات بالاخير لازم انت تكون الانسايد اذا مو دبل يعني يكون ثلثين اذا ثلث. الامور هذا غريب لان انت عندك طوال، عندك امير، عندك لامبي، عندك نجف، تقدر قربان تقدر تلعب انسايد، بس انا ماني عارف هل ربما السيستم اللي يلعب فيه كابتن سلمان يهيئ للثلاثيات اكثر من الدخول، ما ادري، مع ان الثلاثيات مطلوبه
لكن الثلاثيات ما تكسبك مباراة، الثلاثيات تساعدك تفوز المباراة. من يكسبك في كسب المباريات هي 2 بوينت، لان 2 بوينت تؤدي الى الفري ثرو، تؤدي الى الفاول، تخليك فاول ترابل. هذا المفروض يصير. كابتن طلال، اتوقع في مشكله في دفاع المنامة. يعني شفنا فريق احد سجل 5 ثلاثيات من اصل 14، ايضا كان يخترق داخل المنطقه ويسجل بسهوله، ولا كانه موجود محترف المنامة العملاق اللي طوله اكثر من 2.10. احنا لو بنلاحظ على دفاع المنامة في مس ماتش، انت صج عندك لاعب طويل 2.10 2.11، بس دفاعيا قاعد يسبب لك مشكله، خاصه اذا هو ميود من هو ميود ناصر، وناصر يشوت الرميات ما يجيد اللعب داخل منطقة، بس يجيد اللعب برا المنطقة. مسجل 3 من أصل 4، لأن البيج جاي مو قاعد يطلع حق اللاعب، وإذا طلع له طاف عليه بسهولة، وإذا طلع له زين اللاعبين الثانيين قاعدين حصرون إيزي لاير، لأن ما في مساعدة من اللاعب المحترف، ما يقدر يخلي ناصر يشوت. فهني المسمج قاعد يساعد أحد في هذا الشيء، بس احنا متى ما ضغطنا على اللاعبين اكثر زين، ناصر نعرف حجمه في الملعب، ممكن انه يتعب، لازم نضغط عليه اكثر، ممكن ان احنا ننزل المحترف زين، نخليه يلعب داخل المنطقه، ومحمد امير يقدر يود هو ناصر، محمد امير شوي حركته اكثر. هي الديفنس كله في الماتشاب، متى ما عدلنا الماتشاب احنا وقدرنا نسوي كنترول على اللاعبين اللي برا، وكل لاعب قدامه لاعب، احنا بنقدر نتحكم بالدفاع. كابتن فيصل، من فارق 9 نقاط الى نقطتين، المنامه ما زال في المباراه، شلون ممكن تخطى هذه المباراه تدريجيا وصولا الى مباراه نصف النهائي ثم النهائي؟ يعني اتوقع هذه اهم 20 دقيقه في مسيره الفريق في البطوله. شوف، اول شيء طبيعي ديفنس فيرست، لازم تلعب دفاع قوي، اوكي، عندك بلوك اوت بوكس اوت ريباوند رقم 2. اذا تبي تلعب بالهجوم لا تعور راسك بخطه كبيره، افتح الملعب 4 مره، خصوصا المنامه لاعبين مصوبين ممتازين ثلاثيات، ونزل لامبي تحت، اذا لامبي مو بالملعب محمد محمد امير يكون تحت، مرر تحت الى السنتر يلعب 1-on-1، بس السنتر لا ياخذ الكره ويلعب دربل المحله ويطالع اللاعبين، لازم اتاك ذا باسكت على طول تهاجم. هذه اسهل طريقه تاخذ منها فاول، واذا صار عليك تراب كيك اوت عندك شويته ممتازين او فيك بيدلتونها لك داخل، ابسط ما يمكن، السهل الممتنع، لان انا ما يصير اطلع لامبي برا من السيستم، اطلعه برا فوق جايبه 3 بوينت عشان يمرر باصات او يصوب. انا ما يجيب لامبي علشان يصوب لي ثلاثيات، يجيب لامبي عشان يلعب انسايد، عشان فاول ترابل، يشوت 3 كلوب، يحط 2 بوينت. كابتن، احد ما زال متقدم، ولكن محترفينا مجموع نقاطهم 20 نقطه من اصل 48، يعني اقل من النص، واحنا نعرف انهم دائما يتحملون اللعب الاكبر. هل قادرين هم ياخذون فريق احد الى الدور النهائي، ام ان التعب والضغط والارهاق راح ينال من فريق احد وما راح يقدر يستمر في نفس المستوى اللي اداه في الشوط الاول؟ انا ما اعتقد ان التعب بيكون دور قبل دفاع المنامه، يعتمد على دفاع المنامه. دفاع المنامه لحد الان على المحترفين جدا ممتاز، لكن انت كل ما ضغط اكثر على في الديفنس، كل ما اللاعب تعب اكثر، ممكن انت تطلعهم من الجيم بدايه الشوط الرابع، اول دقيقه دقيقتين يطلعون خلاص من الجيم، اساس انهم يتعبون في المباراه. لكن متى ما فتح انت المساحات والديفنس فتح عن الاوفنس، وقدر يشوت بسهوله ويلعب بسهوله ويتحرك الملعب بسهوله بدون اي ضغط، هذه ما ترى ما بيسبب اي عبء على احد، بيلعبون بحريه. شكرا لكم كباتن، لنا عوده باذن الله مع نهايه الشوط الثاني من المباراه. ما الان نعود مره اخرى الى معلق المباراه الزميل محمد سالم، مع تمنياتنا بالتوفيق لفريق المنامة في تخطي هذه المهمة.
لنقل احداث الشوط الثاني من لقاء فريق نادي المنامه وفريق احد السعودي ضمن بطوله مجلس التعاون الخليجي للانديه ابطال الدوري 39 لكره السله. انتهى الشوط الاول اعزائي المشاهدين بتقدم فريق احد السعودي بنتيجه 48 نقطه مقابل 46 نقطه. الشوط الثاني وعلى الكوارتر الثالث بالتحديد الكرة لصالح فريق نادي المنامة. نشوف بداية موفقة لفريق نادي المنامة. ميتم جميل لأحمد قاهري أول ثلاثية في اللقاء من خلال الكوارتر الثالث لتيريكو وايت. حلوة يا تيريكو، حلوة يا فريق نادي المنامة، يتقدم بنقطة واحدة. محاولة موسى عبد الحليم إلى ناصر أبو جلاس، محاولة إلى عبد الحليم، موسى عبد الحليم الأمريكي. هذا اللاعب لا يمكن إيقافه من خلال الثلاثيات. وموسى اللاعب رقم 12 بعشر نقاط. كرة ولا أروع من حسن نيروز، حلوة يا حسن. حسن نيروز يسجل له نقطتين. اللاعب رقم 14 لفريق نادي المنامة، المنامة معزم عليها، المنامة يبي يوصل طبعا الدور قبل النهائي. محاولة شوف إلى موسى عبد الحليم وكرة مقطوعة لأحمد، حلو أحمد نجف إلى ميتم جميل، محاولة من ميتم، دخول والله تصويب والله تمرير وكرة إلى حسن نيروز، دخول حسن نيروز إلى ميتم إلى المحترف البولندي. أوه شوف 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 ثلاثية تيريكو وايت، حطها سجلها، يا سلام حلوة من فريق نادي المنامة. 54-50 أربع نقاط. محاولة من اللاعب فهد السالك، ثلاثية فهد، وهناك خطأ على اللاعب تيريكو وايت لاعب فريق نادي المنامة. جزاء هذا الخطأ، ثلاث رميات جزائية. هو الحكم العراقي الحكم أحمد شوالي اللي حكم اللقاء الأول ويعود ليحكم اللقاء الرابع. ثلاث رميات جزائية لهذا اللاعب فهد السالك من فريق أحد السعودي. المنامة ولا أروع في الكوارتر الثالث. أوه يا المنامة، رمية أولى لفهد السالك وهناك رمية ثانية وثالثة كذلك. ليش؟ لأن اللاعب كان في حالة تصويب من خط الثلاثيات وارتكب عليها الخطأ تيريكو وايت وتعطى الرميات الحرة. يا سلام، سجل الأولى وضيع الثانية وسجل الثالثة، يعني سجل نقطتين. 54 المنامة، دفاع ضاغط، حسن نيروز، محاولة وثلاثية للاعب تيريكو، لكن احمد نجف، يا سلام تيريكو وايت صور ثلاثيه ومرجع فيها، لكن احمد نجف، احمد يونس نجف. محاوله من فريق احد السعودي. هذا اللاعب رقم 15 ناصر بجلاس الى الامريكي. اوه ميتم جميل، حلوه من ميتم ويقطعها مره ثانيه اللاعب الامريكي. اوه شوف 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 سجلها، سجلها اللاعب رقم 13 احمد شلبي. احمد شلبي شوف حط له نقطتين ويخلص الفارق
وخطأ على من؟ على اللاعب ناصر أبو جلاس. اللاعب مسجلم ناصر أبو جلاس اللاعب رقم 15 وخطأ. أول خطأ على هاللاعب 18 نقطة. شوف ضغط وطبعا يجب إيقاف هذا اللاعب ومحاولة بنقطتين لمسجلم اللاعب المحترف البولندي في صفوف فريق نادي المنامة. محاولة فريق نادي المنامة للوصول للنقاط المطلوبة وثلاثية من اللاعب فهد السالك وتتحول الكرة لفهد السالك للمرة الثانية. اللاعب 13 أحمد شلبي ومحاولة من موسى عبد الحليم. موسى تصويب ما ينجح فيها إلى من؟ إلى أحمد نجف. إلى اللاعب تيريكو وايت. تيريكو 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 تيريكو. يا سلام عليك يا تيريكو وايت. محاولة وخطأ متعمد من اللاعب ميثم جميل. يا ميثم سجلنا نقطتين في سلة الاتحاد وميثم جميل يتعمد بخطأ والقانون ما يحمي. خلاص إذا هو آخر لاعب بيعطي إلى هذا اللاعب شاني ريكتور. الأولى ضاعت من شاني وهناك رمية إضافية ثانية وكرة استحواذ لفريق أحد السعودي. يساعد المدرب عبد الرحيم لال اللاعب السعودي الدولي السابق محسن خلف أحد أهم لاعبين في المملكة العربية السعودية من خلال الألقاب وقيادة المنتخب السعودي. فهد السالك محاولة من فهد إلى اللاعب ناصر أبو جلاس. ناصر أبو جلاس ومحاولة لكن كرة مقطوعة لصالح فريق نادي المنامة. تيريكو وايت إلى حسن نيروز. تيريكو حسن نيروز وكرة تتحول للاعب مسجلم. حلوة يا مسجلم حلوة يا منامة. المنامة يتفوق ب 62 نقطة. محاولة إلى مين؟ إلى خارج أرضية الملعب. حلوة يا حسن نيروز. يا سلام عليك يا فريق المنامة. حسن نيروز يقطع كرة من المحترف موسى عبد الحليم. شاني ريكتور شاني ريكتور وخطأ على ميتم جميل. ميتم جميل يطلب التغيير. 3 أخطاء شخصية على ميتم جميل ومستقطع. أول يطلب عبد الرحيم لال مدرب فريق نادي أحد السعودي. حلوة المنامة يعني ركز فريق نادي المنامة على الهجوم السريع. ركز على اللعب كعت السلة وشوف بعض اللقطات من مخرج اللقاء. الخطأ واضح يا ميتم جميل. خطأ واضح. وطبعا جماهير المنامة اللترس الجماهير الخاصة والعاشقة لفريق نادي المنامة في جهة وفريق نادي المنامة في جهة ثانية. طبعا خصوصية من ناحية التعليق وضيوف الاتحاد البحريني لكرة السلة يترأسهم سمو الشيخ عيسى بن علي رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة واسماعيل القرقاوي وكبار الشخصيات الحاضرة في صالة خليفة بن سلمان لمتابعة هذا اللقاء. لقاء القمة لقاء الوصول إلى طبعا الدور قبل النهائي فريق نادي المنامة وفريق أحد السعودي. الشارقة والشمال في لقاء أول من خلال الدور قبل النهائي. أحد والمنامة من يصل أمام شباب أهلي دبي وتصويبة ثلاثية من اللاعب ناصر بجلس. ولكن شوف كرة خارج أرضية الملعب على الأمريكي شاني ريكتور. شاني ريكتور وشوف الشرح المفصل لهذه اللقطات. أحمد عزيز محاولة من أحمد عزيز إلى من؟ إلى أحمد يونس نجف. محاولة أحمد يونس يا أحمد ومحاولة من أحمد ودخول بوم
من فهد السالك غير متوقعة. شوف كرة تتحول للاعب مسج لم لمسج مسج مسج لم ويضع سلة مهمة لفريق نادي المنامة بنقطتين 64-56. السالك إلى شاني ريكتر. شاني محاولة من شاني وتسويبه بنقطتين. شاني ريكترز شاني ريكتر يحط له نقطتين. واحمد عزيز محاولة من احمد عزيز الى حسن نيروز. محاولة من حسن نيروز دخول وتصويب بنقطتين الى احمد نجف. ومحاولة احمد نجف تضيع على احمد نجف. كورة سهلة تتحول الى فهد السالك. فهد السالك الى مين؟ الى ناصر بوجلاس. ثلاثية ناصر بوجلاس. يعني شوف الكرات السهلة لفريق نادي احد السعودي مقابل الصعوبة في تسجيل من خلال فريق نادي المنام. ثلاث نقاط الفرق 61-64. احمد عزيز صانع العاب فريق نادي المنام. ومحاولة الى مين؟ الى مسج. مسج محاولة مسج الدخول والتصويب الى احمد نجف. احمد ودخول والسدارة ونقطتين. حلوة يا احمد نجف. حلوة يا المنامي. كرة لناصر بجلاس الى فهد السالك فريق احد السعودي. يعني مباراة ولا اروع من خلال الكوارتر الثالث اخر اربع دقائق. ناصر ابو جلاس ثلاثية ناصر ما ينجح فيها. الى مين؟ الى مسج. مسج لم البولندي المحترف صاحب الخبرة. حسن نيروز دخول من حسن ونقطتين. حلوة يا حسن نيروز. الله يا حسن نيروز. المنامة يتفوق 66-61. ثلاث دقائق ومحاولة. كرة مقطوعة الى مين؟ الى خارج ارضية الملعب. لا 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 لا. كرة لاحمد عزيز. فاست بريك يا احمد. محاولة الى مين؟ اوه حلوة. حلوة احمد عزيز. وخطأ على ناصر ابو جلاس. ناصر ابو جلاس خطأ شخصي واضح. 68-61. شوف الخطأ من خارج ارضية المنامة. اوه من خارج ارضية الملعب. حسن نيروز احمد عزيز محاولة فريق نادي المنامة. شوف وضغط دفاعي الى مسج لاب. احمد عزيز مسج لك. ثلاثيه 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 ثلاثيه. اوه المنامه يتفوق. المنامه يسجل ثلاثيه من 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 مسج لمب المحترف في صفوف فريق نادي المنامه. محاوله يقول تمرير بنقطتين لفريق احد السعودي. عبد العزيز العلاوي كره الى مسج لمب. مسج وتصويبة ثلاثية. اوه حلوة 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 يا المنامة. ديريك واي الثلاثية الثانية لهذا اللاعب. ديريك واي يعطي التفوق والتقدم لفريق نادي المنامة 74-63. كرة مقطوعة إلى ديريك واي. حلوة حلوة المنامة. حسن نيروز دخول. دخول من حسن نيروز. الله 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 الله, الله. المنامة يتفوق على أحد. وقتك 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 يا المنامة. 76-63 وقت مستقطع يطلبه مدرب فريق أحد السعودي. الفارق في هذا اللقاء الجماهير. الجماهير المنامية تعطي حافز كبير للاعبين فريق نادي المنامة لأداء ولا أروع. شوف 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 شوف, شوف. لقطات معادلة. لقطات معادة من مخرج اللقاء لآخر ثلاثيات للاعب مسج لم وتيريكو وايت. حلوة حلوة أعزائي المشاهدين. ولا أروع ولا أحلى من خلال الكوارتر الثالث واخر دقيقتين و31 ثانية. المنامة يتفوق. شوف 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 حلاوة الجماهير الموجودة.
حلاوة التصوير السلبي في تفوق فريق نادي المنامة. عوائل متواجدة، وطبعا فريق نادي المنامة خلاص لازم يحافظ على التقدم، لازم يحافظ على 76 نقطة مقابل 63 نقطة لصالح فريق نادي المنامة. كرة لصالح فريق شاني ريكتور، فريق فريق أحد السعودي. محاولة شاني ومراقبة محمد أمير وضغط دفاعي إلى اللاعب رقم 12 موسى عبد الحليم ونقطتين. موسى عبد الحليم المحترف. شوف الحكم سيف الدوسري دخول ومحاولة خطأ على أحمد عزيز، جزاء هذا الخطأ رمية إضافية. حذار من الأخطاء، 11 نقطة الفارق، هل يخلص الفارق إلى 10 نقاط ويسجل؟ اللاعب موسى عبد الحليم اللاعب الأمريكي المحترف في فريق أحد السعودي. كرة محمد أمير إلى حسن نيروز، محمد أمير إلى ميثم جميل، محاولة من ميثم جميل، تصويبة ميثم جميل بنقطتين ما ينجح فيهم، ونوع من الاستعجال وخطأ رابع على ميثم جميل. خطأ رابع على ميثم جميل، وحذار من الأخطاء يا ميثم يا جميل، يعني سجل نقطتين وخذ له فاول اللي هو موسى عبد الحليم وحط له نقطة، وهجمة لفريق نادي المنامة أضاعها. وهنا رميتين إلى شاني ريكتور لاعب فريق أحد السعودي. لقاءات مهمة، لقاءات مهمة. شاني ريكتور يسجل الأولى، 15 نقطة لهذا اللاعب. وينجح في الثانية، وهناك وقت تغيير في صفوف فريق نادي المنامة. حسين شاكر محل ميثم جميل. حذاري من الأخطاء، حذاري من الكور الضايعة. حسين شاكر صاحب خبرة كبيرة هذا اللاعب. محمد أمير إلى حسن نيروز. حسين شاكر في آخر دقيقة وسبعة واربعين ثانية، المنامة يتفوق. تيريكو وايت إلى محمد أمير، محاولة من محمد أمير إلى حسن نيروز، وإيربول لمحمد أمير وخطأ. حلوة حلوة يا محمد أمير. خلنا نشوف خطأ على مين؟ على فهد السالك. فهد السالك خطأ شخصي من خارج أرضية الملعب. حسن نيروز تصويبة ثلاثية ما ينجح فيها، إيربول لمحمد أمير وخطأ واضح من الحكم الدولي سيف الدوسري. طبعا مراجعة طاولة الحكام وحضور جماهيري من الجنسين متواجدين، ويشكر ونشكر الاتحاد البحريني لكرة السلة لتخصيص يمين المنصة ويسار المنصة للعوائل ومتابعة طبعا المباريات من خلال طبعا إيعاز من سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة، جانب من طبعا القرار اللي اتخذ حكم المباراة. وهنا مراجعة من مدرب فريق أحد السعودي عبد الرحيم لال. الكرة من خارج أرضية الملعب، كرة لصالح فريق نادي المنامة. محمد أمير إلى أحمد نجف إلى تيريكو وايت، فيها ثلاثية إلى محمد أمير. حسن نيروز ثلاثية حسن نيروز، يا سلام عليك. حلوة من فريق نادي المنامة، حلوة من حسن نيروز، والأحلى من محمد أمير مررها
بالمسطرة والقلم على طول إلى مين؟ إلى حسن نيروز اللي حطها الثلاثية 79 آخر دقيقة. محاولة من موسى عبد الحليم إلى هذا اللاعب شاني ريكتور، شاني إلى السالك، محاولة السالك وثلاثية السالك ما ينجح فيها الكرة. أوه أحمد نجف، أحمد نجف خطأ. رميتين إلى من؟ شاني ريكتور المحترف الأمريكي. احتسبها الحكم سيف الدوسري على اللاعب أحمد نجف. المنامة يتفوق، المنامة يتقدم 79-78 ورميتين لهذا اللاعب شاني ريكتور. الأولى ما نجح فيها. شوف الصغير، شوف الصغار أهلاوي ومنامي، ويصوب الثاني ويسجلها. الفارق 10 نقاط لصالح فريق نادي المنامي. حسين شاكر صاحب خبرة وتمريرة إلى مين؟ إلى محمد أمير. حلوة حلوة، تركه وايد، تمريرة إلى محمد أمير ويحط له نقطتين. محاولة دخول من عبد الحليم، موسى عبد الحليم، ومحاولة ونقطتين، نقطتين للاعب موسى عبد الحليم. كرة إلى حسين شاكر وتمريرة إلى محمد أمير. إلى مين؟ إلى حسن، حسن نيروز يلعب على آخر ثواني في اللقاء، آخر ثواني في لقاء الكوارتر الثالث. 13 12 ثانية. شوف نور عاشقة المنامة، وطبعا خطأ في التسرع من لاعب فريق نادي المنامة. محاولة وتصويبة ثلاثية ما ينجح فيها إلى طبعا فريق نادي أحد السعودي، وينتهي الكوارتر الثالث أعزائي المشاهدين بتفوق فريق نادي المنامة بنتيجة 81-71. وجانب من الحضور في طبعا المدرجات الرئيسية ومتابعة للقاء. أعزائي المشاهدين لقطت مع مخرج اللقاء من الكوارتر الثالث، ونعود لكم لتكملة الكوارتر الرابع. أعزائي المشاهدين نعود إليكم طبعا نقل أحداث الكوارتر الرابع والأخير في اللقاء. المنامة يتفوق بنتيجة 81-71. طبعا بطولة مجلس التعاون للأندية الخليجية هنا من مملكة البحرين في ضيافة فريق نادي المنامة. اللقاء اللي يجمع المنامة بأحد السعودي، اللاعب الأمريكي شاني ريكتور. محاولة وخطأ على حسين شاكر. شاني ريكتور اللاعب رقم 6، وهناك فهد السالك لاعب أحد، لاعب قوي، لاعب ذكي، ولاعب منتخب المملكة العربية السعودية. شاني ريكتور محاولة إلى موسى عبد الحليم، موسى عبد الحليم ومحاولة، ولكن هناك خطأ لصالح هذا اللاعب موسى عبد الحليم. رميتين حرتين
يحتسبها الحكم الدولي أحمد الشويلي من العراق. وطبعا هذا الحكم حكم اللقاء الأول اليوم ويعود لتحكيم المباراة الرابعة في هذا اليوم نفسه. مجهود بدني جبار. تنظيف أرضية الملعب ورميتين حرتين لهذا اللاعب. 10 دقائق تفصلنا عن الفريق اللي رايح يقابل شباب أهلي دبي. الأولى ناجحة لموسى عبد الحليم. طبعا بطولة لا تقل أهمية من خلال طبعا الفرق المتواجدة وطبعا المستويات الكبيرة والمحترفين المتواجدين. وكرة مقطوعة لصالح فريق أحد السعودي. محاولة دخول عبد الحليم موسى وخطأ على اللاعب. لا 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 لا, لا. يعني الحكم سيف الدوسري احتسبها خطأ ورميتين, ولكن هي خطأ. خلنا نشوف. يبي يرجع للار اي ار ام اس اللي هو الإعادة. هذا الحكم يطلب إعادة اللقطات. سيف الدوسري. شوف سلمان رمضان. خلاص يا كابتن سلمان عليك تكنيكال فاول واحد. وهنا طبعا يحاول انه يشوف اللقطه من خلال مخرج اللقاء. شوف دخول السالك. تمريره الى مين؟ الى موسى عبد الحليم. ومحاوله وخطا. شوف الخطا يطلبه مدرب الحكم سيف الدوسري. واحد احتسبها حكم متعمد اللي هو الحكم محمد فوزي من الأردن. والحكم سيف الدوسري احتسبها خطأ عادي. خلنا نشوف قرار الحكم الأول في هذا اللقاء أحمد الشويلي. دخول وخطأ على محمد أمير. هو خطأ واضح ولكن خطأ. الاختلاف فقط هل هو تكنيكال فاول او فاول. فاول جزاء هذا الخطا رميتين. موسى عبد الحليم الاولى ينجح فيها ب 17 نقطه. هذا اللاعب يجب ايقافه. يجب طبعا الدفاع القوي عليه. موسى عبد الحليم سجل نقطتين قلص الفارق. شوف الضغط الدفاعي من فريق احد السعودي. تيريكو وايد. حسن نيروز الى تيريكو وايد. محاوله الى حسين شاكر منطقه الامان. تيريكو وايد فيها ثلاثيه او ثنائيه. خلنا نشوف. تيريكو وايد الى حسن نيروز. دخول وخطا. خلاص ال 24 ثانية مدة الهجمة على حسن نيروز وتتحول الكرة لفريق نادي احد. فريق احد يمارس الضغط الدفاعي. ملعب كامل على لاعبين فريق نادي المنامة. يجب التدخل من المدرب سلمان رمضان. شاني الى ناصر بجلاس. الى مين؟ الى اللاعب بعد السالك. ودخول موسى وتمريرة حلوة إلى اللاعب رقم 13 أحمد شلبي. ويحط له نقطتين أحمد شلبي. فريق أحد السعودي إلى اللاعب ماسج لامب. ويحط له نقطتين. يعني كور سهلة. أنا ما أتكلم على الهجوم. أنا أتكلم على الدفاع في فريق نادي المنامة. لا تعطيه فرصة أنه هو يدخل عليك أو يسجل عليك ثلاثيات. فهد السالك. فهد السالك لاعب فريق أحد السعودي يحاول إلى موسى عبد الحليم. موسى وضغط على موسى وتصويبه من موسى ثلاثية. ولكن هناك خطأ. خلنا نشوف الحكم سيف الدوسري. اللاعب رقم اثنين. اللاعب رقم اثنين حسين شاكر خطأ من خارج أرضية الملعب.
نصويبه موسى عبد الحليم، لكن لا، وخطأ على مصطفى لصالح شاني ريكتور. خلاص فريق أحد السعودي قاعد يمارس الضغط الدفاعي والهجومي والضغط النفسي والمعنوي على لاعبين فريق نادي المنام. مصطفى موسي لاعب فريق المنام، مصطفى حسين علي، وخطأ شخصي، رميتين لهذا اللاعب شاني ريكتور، الضيعة الأولى، وهناك رمية إضافية ثانية. يحاول شاني ريكتور أن يسجل الثانية ويسجلها، تخليص للفارق مصطفى، وخطأ على موسى عبد الحليم المحترف. خطأ لصالح فريق نادي المنامن. حسين شاكر إلى مصطفى، محاولات فريق نادي المنامن لإيجاد ثغرة في دفاع فريق نادي أحد السعودي. حسن نيروز إلى حسين شاكر، مصطفى، محاولة من مصطفى إلى حسين شاكر، وكرة إلى حسن نيروز، محاولة حسن نيروز، ثلاثية حسن نيروز، أوه يا حسن نيروز، لكن كرة مقطوعة لناصر بوجلاس، وشوف الفاست بريك إلى فريق نادي المنامة، تنقطع من عبد الحليم، موسى عبد الحليم يحط له نقطتين. اطلب وقت مستقطع يا أحمد، يا سلمان رمضان، اطلب وقت مستقطع، الفريق خلاص من 10 نقاط إلى 3 نقاط الفارق، ويطلب وقت مستقطع، 83-80 مدة الوقت، طبعاً 3 دقيقتين ونص، وفريق أحد السعودي يمارس الضغط الدفاعي على لاعبين فريق المنام. طبعاً انطلقت هذه البطولة، بطولة مجلس التعاون للأندية الأبطال من سنة 1980، ولغاية الآن مستمرة هذه البطولة. شارك فريق نادي المنامة ب 21 مشاركة، له لقبين، لقب أول في 1994 واللقب الثاني في 2001، وفريق أحد السعودي شارك 20 مرة في هذه البطولة، عنده 5 ألقاب، اللقب الأول في السنة الأولى 1980 و1984 و1986 و1987 و1993، طبعا مشاركات كبيرة للفريقين. سبع دقائق 31 ثانية، المنامة يتقدم بثلاث نقاط. حسن نيروز وجانب من الحضور، ومصطفى، ومحولة إلى من؟ إلى حسن نيروز، حسين شاكر، محاولة مصطفى وتصويبة ثلاثية، يا سلام ما تنجح مع اللاعب تيريكو وايت. فهد السالك من فريق أحد، محاولة فهد إلى ناصر بوجلاس، محاولة فريق أحد، موسى عبد الحليم المحترف الأمريكي، موسى وتمريره، وناصر بوجلاس، ثلاثية ناصر ما ينجح فيها إلى عبد الحليم، موسى عبد الحليم يحط له نقطتين. تمريره إلى مين؟ إلى المحترف، يا سلام يا سلام يا سلام، شوف حط له نقطتين، هذه المفروض فاست بريك، مسج وايت، حط له نقطتين، حذاري حذاري من النقاط، وخطأ خطأ خطأ خطأ، نو باسكت، اللاعب رقم 2 خطأ على حسين شاكر، جزاء هذا الخطأ، رميتين حرتين. شوف الأخطاء هذه، الأخطاء هذه رايحة تكلف المنامة كثير، 5 أخطاء، واللاعب ميثم جميل ب4 أخطاء، وحسين شاكر ب4 أخطاء، واللاعب أحمد عزيز ب4 أخطاء، أخطاء كثيرة على فريق نادي المنامة.
ثلاث نقاط الفارق. وطبعا رميتين حرتين الى شاني ريكتور. الاولى يسجلها شاني ريكتور اللاعب الامريكي. وطبعا حذاري حذاري من الاخطاء. اي خطا رايح يكون هناك رميتين حرتين. يصوب الثانيه وينجح فيها والخطا. وطبعا الاخطاء محسوبه وتغيير في صفوف فريق نادي المنامه. الفارق نقطة واحدة من 10 نقاط وصل الفارق. والفريق شوف فريق أحد سعودي يمارس الضغط الدفاعي. ميتم جميل إلى تريكو وايت. حسن نيروز ميتم إلى حسن نيروز. محاولة من حسن نيروز وتصويبة بنقطتين حلوة يا حسن. يا حلاوتك يا حسن نيروز. المفروض ان فريق المنامة يضغط دفاعيا شوف. ومحاولة من احمد نجف وكرة تضيع لصالح فريق احد السعودي للمرة الثانية. موسى عبد الحليم محاولة موسى الدخول. وطبعا كرة مقطوعة من اللاعب الامريكي شاني ريكتور. ونقطتين يا سلام. حلوة المنامة مطلوب تسجيل النقاط. شوف 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 جماهير تركو وايت يحط له نقطتين حلوة. تفاعل جماهيري وقت السقطة أو في خطأ يعني الحكمين الحكم محمد فوزي وسيف الدوسري. ونشوف هذه آخر لقطات للاعب تريكو وايت. دخول وتصويب نقطتين حلوه يا تريكو وايت. لاعب هادئ ما يتكلم ابدا سيف الدوسري. الحكم الثالث في ارضيه الملعب. حكم اول احمد الشوالي وحكم ثاني محمد فوزي. حكم عالميين حكموا في بطولات عالم. شاني ريكتور يعني فريق نادي المنامة يدافع بقوة. 89-84 5 نقاط الفارق. محاولة موسى عبد الحليم وتصويبه ما ينجح فيها. وكرة ترجع لفريق نادي أحد وتصويبه من موسى ما ينجح فيها. كرة إلى اللاعب ناصر أبو جلاس. محاولة من ناصر دخول ومحاولة وخطأ خطأ لصالح فريق أحد السعودي. رميتين حرتين على طول احمد نجف 89-84. احنا نجيبها بالصعوبه وهم يجيبونها بالسهل فريق احد السعودي. جماهير ولا اروع تابع اللقاء. شوف الخطر واضح الخطر. رميتين لناصر ابو جلاس 24 سنة طوله 196 21 نقطة لهذا اللاعب. وهني نقطة ثانية يعني 22 نقطة ورمية اضافية لهذا اللاعب. والمطلوب في اخر 5 دقائق الدفاع القوي من فريق نادي المنامة والتسجيل. وشوف ابو جلاس سجلها. ولا زال يمارس الضغط الدفاعي. ميتم جميل الى تركو. ميتم جميل الى مين؟ الى احمد الى تركو. تركو وايت الى مين؟ ما استسلم. تركو وضيع الى شوف ضاعت بين الفريقين. الى ميتم جميل. حلاوتك يا ميتم. مرر ثلاثية قادمة الله الله الله. مسجلا حطمة ثلاثية حلوة يا المنامة وحلوة يا ميتم جميل. نقد الموقف ميتم جميل وكورة خارج أرضية الملعب على تريكو وايت. يلا يا المنامة 91-86. شوف هذا الصغير. شوف المتواجدين في المدرجات ليه تشجيع فريق نادي المنامه.
كرة من خارج أرضية الملعب. فهد السالك. آخر أربع دقائق. فهد السالك إلى. كرة شوفها شوفها إلى حسن نيروز. حلو حسن. وخطأ على اللاعب رقم 10 عبد العزيز. تكنيك الفاول. تكنيك الفاول على مدرب فريق الاتحاد نادي احد السعودي عبد الرحيم لال. ضيعها ناصر بجلاس وخذ له فاول اللاعب حسن نيروز. جزاء هذا الخطا رميتين مرتين. سلامات للاعب ناصر بجلاس. ناصر ابو جلاس شوف هنا الخطأ حاول فيها حسن نيروز وبقوة. وشوف الخطأ على اللاعب رقم 10 عبد العزيز العلاوي. المدرب عبد الرحيم لال وطبعا شخصية كبيرة هذا المدرب من خلال حصوله على 12 لقب في مسيرته التدريبية مع فرق في المملكة العربية السعودية الأنصار والأهلي وأحد السعودي وكذلك المنتخب الوطني. تغيير في صفوف فريق أحد السعودي. هذا هو اللاعب شاني ريكتر رقم 6 ب طبعا 20 نقطة هذا اللاعب و23 نقطة له ناصر بوجلاس وموسى عبد الحليم ب 23 نقطة كذلك. شوف اليوم جماهير المنامة المتواجدة طبعا أعطت حافز كبير للاعبين فريق نادي المنامة لتقديم أجمل المستوى في هذه الليلة. أربع دقائق وخمسة وعشرين ثانية. تيريكو وايت أضاع الأولى وكرة من خارج أرضية الملعب لصالح فريق نادي المنامة. ليش؟ لأن هناك تكنيك الفاول على مدرب الفريق عبد الرحيم لال. ميتم جميل إلى تيريكو وايت. حسن نيروز محاولة إلى مسج لام. مسج لام يعطي مسج كبير لفريق أحد السعودي أنه هو موجود من خلال هذه المباراة. أحمد شلبي إلى السالك إلى المحترف. محاولة وشوف كرة لصالح فريق المنامة. يا سلام ميتم جميل. يلا يا ميتم إلى حسن نيروز. دخول حسن نيروز المنطقة وخطأ على مين؟ على اللاعب موسى عبد الحليم. ثلاث أخطاء على هذا اللاعب موسى عبد الحليم. 93 نقطة لفريق نادي المنامة. الله يا فريق نادي المنامة. الله يا جماهير المنامة. تواجدكم اليوم مهم لفريق نادي المنامة. كرة ميتم جميل لاعب فريق نادي المنامة وصانع العاب في هذا الوقت إلى تيريكو وتصويبة حسن نيروز. محاولة من حسن نيروز ولكن كرة لميتم جميل. حلوة يا ميتم يا حلاوتك. حلوة إلى تصويبة ثلاثية تيريكو وايد. حطة ثلاثية. يا سلام عليك يا فريق المنامة. تيريكو وايت. المنامة يتقدم. شوف يا سلام عليك يا علي شوملي في الإعادة الأخيرة. محاولة من موسى عبد الحليم. سكر المنطقة يا منامي. محاولة وتصويبة ثلاثية. موسى عبد الحليم لا يترك لوحيد. وحتى لو كان في دفاع ممكن يصوب ممكن يسجل.
سلامات ألف سلامة. دموع خالية، دموع خالية يا ناصر أبو جلاس. إصابة لهذا اللاعب، لاعب فريق أحد السعودي. كرة لصالح فريق نادي المنامة. تريكو وايت وضغط دفاعي. ميتم جميل محاولة لتهدئة الوضع الهجومي وقراءة. أشوف إلى مين، إلى اللاعب ميتم جميل. ثلاثية مليم نقطتين لميتم جميل. مسج لمضة أضع على كم. ميتم جميل متواجد وسجل نقطتين حلوة حلوة. فهد السالك إلى مين، إلى اللاعب شاني تيريكو. ثلاثية شاني تيريكو سجل ثلاثية. 98-98. ميتم جميل، ميتم، محاولة ميتم وخطأ على اللاعب أحمد شلبي. جزاء هذا الخطأ. رميتين حرتين، رميتين حرتين لفريق نادي المنامة. حلوة يا المنامة، أحلى يا المنامة من خلال الدفاع ومن خلال الهجوم في الكوارت الرابع، ولا أروع من هذا اللاعب. سلامات، سلامات للاعب ناصر بجلاس، 24 سنة. إصابة للاعب ناصر بجلاس تستدعي دخول طبعا الدخول المسعفين. نقل ناصر بجلاس إلى طبعا المستشفى والله لغرفة الإسعافات من خلال طبعا إصابة هذا اللاعب في الركبة. أحد أفضل اللاعبين في هذه الأمسية في 23 نقطة ناصر بجلاس. وتشجيع من اللاعبين والجماهير لهذا اللاعب. ألف سلامة لناصر بجلاس. كرة لصالح فريق نادي المنامة. ميتم جميل من تيريكو وايت. ميتم إلى تيريكو وايت. 1-1 يلعب تيريكو وايت. وأشوف تصويبة تيريكو وايت. تيريكو وايت يسجل نقطتين. يا سلام عليك يا تيريكو وايت. شوف دخول ومحاولة لكن مخالفة مشي بالكرة. مخالفة مشي، الكرة تتحول لفريق نادي المنامة. حلوة فريق نادي المنامة في آخر دقيقة و 49 ثانية. 100 نقطة يسجلها المنامة مقابل 92. 8 نقاط الفارق. رقم 14 تكنيكال فاول وان شوت. 14 حسن نيروز. حسن نيروز مو وقت الأخطاء هذه. وشوف الحكم الدولي احمد الشويلي عراقي يشرح ليش الخطا عليك يا حسن نيروز، ليش تتكلم وياي. حلوه هذه القبله منك يا حسن نيروز، مقبوله هذه القبله منك يا حسن نيروز. شوف دخول اوه هنا الووكينج، هنا الخطا مخالفه المشي. يا سلام عليك، حلوه اضعها اضعها. وهناك طبعا كره لصالح فريق نادي المنامه، كره لصالح فريق نادي المنامه. حسين شاكر سنلعب فريق نادي المنامة. إلى مين؟ إلى ميتم جميل. 1-1 محاولة ميتم جميل إلى حسن نيروز. عدم الاستعجال. أوه شوف عدم الاستعجال. ميتم جميل ثلاثية. ميتم جميل ما تنجح، ولكن هناك ريباون من اللاعب شاني ريكتور. محاولة شاني ريكتور دخول وكرة خارج المرمى. أوه خطأ 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 على حسين شاكر. جزاء هذا الخطأ. رميتين رميتين وخمس أخطاء شخصية على ميتم جميل. شوف دخول دخول وكرة من ميتم جميل خطأ واضح. جزاء هذا الخطأ. رميتين حرتين. دقيقة و26 ثانية.
دقيقة و 26 ثانية يجب المحافظة واللعب على ال 24 ثانية لتفادي الأخطاء والاستعجال. شوف الأولى ضاعت، ضاعت منك يا شاني ريكتر، وهناك رمية إضافية ثانية والضغط الدفاعي رايح يكون على حامل الكرة. التصويبة الثانية ينجح فيها، وهناك طبعا وقت مستقطع للكابتن سلمان رمضان. عيدها عيدها عيدها، عيد لنا لقطات يا علي الشوملي من خلال الوقت المستقطع اللي طلبه سلمان رمضان. جانب أعزائي المشاهدين من الجماهير المنامية المتواجدة في المدرجات الرئيسية، صغير وكبير، فتيات صغيرات وكبيرات، متابعة لهذا اللقاء اللي يجمع فريق نادي المنامة وأحد السعودي في الدور قبل النهائي، في الدور قبل النهائي في الربع النهائي. شوف كرة لصالح فريق نادي المنامة، اللاعب تريكو وايت، تريكو وايت 1-1 مع موسى عبد الحليم المحترف الأمريكي الثاني. محاولة، شوف تريكو، تريكو وايت، تريكو وايت، تريكو وايت 1-1، محاولة تريكو وايت دخول وتمريرة، يا سلام يا سلام على التمريرة، أوه. خارج أرضية الملعب من اللاعب ماسي جلام موسى عبد الحليم الى فهد السالك، فهد السالك وميدان، محاولة عبد الحليم الى فهد السالك، ثلاثية فهد ومحاولة، شوف محاولة ليه طبعا الحصول على تاكرة، تاكرة تاكرة وكرة مقطوعة للاعب لاعب فريق أحد السعودي، دخول وتمريرة، كرة مقطوعة من حسن نيروز، حلوة يا حسن نيروز، قطع له كرة ولا أروع من فريق نادي أحد، يعني اتكلف الكثير 41 ثانية تفصلنا على نهاية اللقاء. شوف السالك، محاولة السالك وتصويبة ثلاثية ما ينجح فيها، تتحول إلى تريكو وايت، تريكو، تريكو وايت إلى ميتم جميل، محاولة محاولة فريق نادي المنامة، خطأ واضح وصريح للاعب أحمد نجف على اللاعب شاني ريكتر لاعب فريق أحد السعودي. حلوة فريق نادي المنامة الليلة، فريق نادي المنامة مغير، متغير فريق نادي المنامة بدرجة كبيرة من خلال هذا اللقاء، اللقاء اللي يجمعه مع فريق نادي أحد السعودي. يا سلام عليك يا فريق نادي المنامة، حلوة أحمد نجف، رمية إضافية ثانية، حلوة فريق نادي المنامة، يا سلام، آخر 19 ثانية على نهاية اللقاء. ميثم إلى حسن نيروز، حسن نيروز، يا سلام يا سلام، خلص 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 خلص، خلصها 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 فريق نادي المنامة، يا سلام يا سلام يا سلام، مبروك، ألف مبروك لفريق نادي المنامة،
وهارد لك فريق احد السعودي. فريق نادي المنامة يفوز على فريق احد السعودي بنتيجة 102 مقابل 95 نقطة. اعزائي المشاهدين، بعد نهاية المباراة ننتقل لكم، ننتقل الى الزملاء عزيز يوسف والكابتن طلال موسى والكابتن فيصل بروسلي طبعا الاستوديو التحليل. لكم مني محمد سالم اجمل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، المنامة يتأهل إلى دور نصف النهائي بعد فوزه على أحد السعودي بنتيجة 102 مقابل 95. ألف 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 مبروك لنادي المنامة ولهذه الجماهير الحاضرة في الصالة، مبروك هذا الانتصار، وبإذن الله إلى درب البطولة إن شاء الله. كابتن فيصل، المنامة قدر يقلب الطاولة في الشوط الثاني. بداية ألف مبروك للمنامة وحظ أوفر إن شاء الله حق أحد. بصراحة اليوم المنامة فاز لأن ركز على اللعب إنسايد أكثر، مسجل 31 تصويبة يعني مع معدل 62.